تبارك الله اللهم بارك انت وميت زعزع ميت منه بغيت شتي الحرفه ديالك السابت شحال هذا؟ السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد محسن كي قاسم من كوبي رايت وبرجع لكم ديال بصح الصراحه اخوتي حيتاش مريض واحد المرضى خايبه ديال بصح داو معايا بالشفاء مازال ما تافيتش 100% جا عندي محسن حيت هاد الايامات اللي كنت مريض ثاني لي كروكات مازال ما شريتش لهم كروكات دابا اليوم ما عنديش ما نوكلهم غادي نمشي دابا نجيب لهم الماكله لقيت هذيك اللي كناخذ من عنده الماكله ما بغيتش ناخذ خنشه ديال الكروكات دابا حتى من بعد دابا غادي ناخذ غير الديطاي من بعد وغادي نشري خنشه ديال الكروكات فوالا دابا غادي نمشيو ناخذ الماكله للكليبات نجيو ناكلوا الكليبات ومن بعد غادي نديروا لكم واحد اللعيبه اول حاجه مبروك عواشركم مبروك عليكم العيد مبروك عليكم مبروك عليكم العيد وغادي نمشيو نوريكم الحوالة المهم هذا الفيديو هذا وصلوا ليا 10000 لايك حيت كنت مريض وغيمو ديال بصح ومحسن حتى هو كان مريض هو اللي داني السبيطار وانا اللي ديتو السبيطار حيت غير البارح ديتو السبيطار والبارح بديت كنصح شويه ويلا دابا اليوم حسيت براسي شويه انني قادر ندير لكم فلوق فوالا غادي تعيشوا معنا اجواء اليوم ديال الحواله وغادي تشوفوا الاثمنه اما واحد الحواله انا ما كنعرفش العربيه هذه مزيان ديش عليها واحد جوج حلاوه الحواله اليوم تشوفوا بزاف الحواله في هذا الفيديو وصلنا للسوق ديال الحواله كما كتشوفوا هو هذا هنايا فين غنصور لكم الحواله كاين بزاف ديال الحواله فوالا خوتي كيف ما كتشوفوا هذه هي الدخله ديال الرحم كيكونوا هنايا المطر وداك الشيء يلا رشوا الماء على قبل الغبره فوالا كيف ما قلت لكم كيكونوا ريبورتور هنا وداك الشيء اللي كيبان لك حاول يجرب بحال هذا انت تبارك الله شوفوا انتم خوتي اللهم بارك هذا غيكون شي مليون اللي كيشوف شي واحد مخرج حول كيجي ريبورتور وقال دايرين النوبه وداك الشيء المهم علينا اليوم واحد الحاولي راه مطلوب راه اصلا كلشي مطلوب ها انتم اخوتي تبارك الله المهم انتم عارفين قدروا الناس ما يبغوش يتصوروا بزاف الحوايج يعني غادي نعاني في هذا البلوك هذا يعني خصني نبقى ناخذ الاذن عند الناس وداك الشيء غنسولهم وداك الشيء عباش ديك الساعه المهم سمعت واحد الدراري دابا كيقولوا زكريا النالي هذاك هو هذوك هما اللي غنمشي عندهم ونقول لهم تصور معاك فين اخويا هاني الله يحفظك لي فوالا كيف ما قلت لك مرحبا اخو انا جاي نصور حوالة اصلا جاي باش نصور حوالة خير الله يحفظك هذاك الشيء يلا كنقول لهم بان 16 معاهم الغنم قليل السوق كبير بزاف وهذا العام الغنم قليل السرعه قليله هذا 2000 درهم باش كتعرف شنو الحليب من هنا من القدام من هنا شنو الحليب مع الرقه هذا مع الرقه انا عزيزي عليا بحال هاد الحوال اصلا ديال الدار كراتش يضربك في الشروسيه صح عرفتي فاش كنا كنجيو هو ديال اش كدير؟ تطلق الثمن ديال هذا شحال اخويا 2000 درهم تبارك الله زوين هذا شي دو بات اصيل وشي كل شيء كيدير كيدير دو بات اصيل وشي شكون هذيك تبارك الله ما خصناش ما خصكش تخلف على هذا الشيء لا فهمتي انا هو عرفنا بينه وعلى حاجه اخرى
المهم شو نشوفوا طوال اخرين الله يسر لكم كيفما كتشوفوا هاي السلعه اللي عنده اللي بغى يجي عنده مرحبا به السميه خسروا التواصل عبد الواحد اللي بغى يجي عند واحد دكان السوق ديال البرنوسي مرحبا به عقلوا عليه الطوال اللي عنده عنده اثمنه زوين اجينا عند السيده تبارك الله شو شو شده شو انتم اخو جا والحول اللي عجبني تبارك هذا لا دربك والله تي قلت له وبصبح لي اخويا هادي الفيرما باش كتعرفوا ديال الفيرما هايا باش بغيت تاخذ حولي ضروري تلقى فيها الطابعات شوف واش بارك الله اللهم وكي جاك السوق هاد العام الحوالة شحال عندك دايرين شحال كله وثمان ومن الناس شالاش من 24 لاش اغلى حولي عندك 18,000 من 18,000 إلى 70 تشوما من 18,000 حتى 70 اللي عنده 18,000 يجي يعيد مرحبا بي تشوما اصغر حولي في السوق شحال هذاك 60,000 اصغر حولي ب 60,000 جينا اخوتي عند الكساب هذا تبارك الله السميه ديالك اكرم اللي بغى يجي عنده مهم السوق ديال البرنوسي كيف ما كتشوفوا تبارك الله اخوتي اللهم بارك انتم سردي سردي تبارك الله انتم اللهم بارك تبارك الله تالينا الخير هذا 110 تبارك الله اخوتي شوما تبارك الله ربي لي واحد الحول اخر ما عندوش هذا هذا كدوا تبارك الله الوالد ديالك قال لي لا قال لي لا هاك هذا تعال يكون خيرا تعالوا تبارك الله حواله ملاح ها انتم اخوتي كما كتشوفوا تبارك الله اللهم بارك والله يسر لي ولي ناطح لي لا انا نعطيهم لاطاك هادو صح ينطح والله ينطح هذا اللي مشى ضربك قتله تبارك الله هذا شحال 110 جوج 110 هانتوما تبارك الله اللهم بارك هذا زوين واحد السر اللي بالك يصور تبارك الله اللهم بارك هذا راتني ما يدري فيه مخ اخبار بلوغي كاز بلوغي شو ديرك ابوني تبارك الله الله يحفظك عندك ابوني ده اسمي ديالك قلت لي اكرم اللي جا خوتي هنا يسول على اكرم راه عنده سلعه زوينه هذا تاهو 110 كلشي 110 اخوتي 5500 درهم تبارك الله اللهم بارك هذا راه غتنا وكي حكموا ما كيبقاش شحال هكا كيطلعوا كيدير لي جي مو عن باب 100 درهم اخوتي تبارك الله اللهم بارك انت وميت زعزع ميت منه بغيت شتي الحرفه ديال شاك السابت هانتوما 5500 درهم مرحبا بكم اخوتي السوق واعر ناضي اللهم بارك طال الله يدير الخير ودابا جينا عند واحد الكساب اخر يلا باع واحد اللهم يسر شحال اثمنة انا شحال اثمنة اخويا كله تمام السوق كيفاش داير هذا العام زوين مزيان كاين اللي كيقول خايب كاين اللي كيقول زين السوق زين مزيان واحد السيد دابا قال لي السوق شويه الغنم قليله بينو بين الغنم قليله حقا الغنم قليله هذا العام كاين تمام المهم عنده حواله هنايا زوينين ديال الدراوش السلعه مليحه ديال الدراوش سيدي بنور سيدي بنور هنا هانتوما خوش السوق ديال البرنوسي ها تبارك الله ارخص حولي عندك ارخص حولي كاين من 70,000 حتى 30,000 من 30,000 حتى 70,000 فوالا السوق من 70 من 70 30 نفس الهضره ديال السيد ديال قبيله كلشي عيب عندك 30,000 ريال مرحبا بك مرحبا عندك 20,000 مرحبا
20,000 لا حوليه قال لكم 20,000 لا 20,000 غير حوليه سميه بعدا سعيد مرحبا بكم عند سعيد انا في الصوم تخيلوا معايا اخوتي مشيت عند واحد الكذاب مشيت عندو كنت غنصوروا هادو هادي قال لي خويا اسمح لي لا ولقيتهم كياكلوا كسكسو قال لي زيد قال لا والله الا شبعاني قال لينا ديال فين شكون اللي قال لنا المهم المهم كسكسو واعر ماشي ديال كازا كسكسو واعر ديال سيدي بنور راه قال لي وغتبقى تفكر سيدي بنور هو كسكسو واعر ملي بغينا نمشيو صافي ما وصلناش للحل ويقول لنا واش ما جيتو تاكلوا اللحم راه ديال هاد الغنمي هذا اللي كتشوفوا ديال هاد الحوالات الله يجواعر يلا نكمل انتوما كتشوفوا اخوتي تبارك الله واحد السيد فر عنده ولاد غنم هنا بلاصه هنا منطقه قاله هي مصطفى سم مصطفى سير مصطفى ابو الفلاح انتوما الناس العزيزين عليهم هاد الحوالات وراني السيد سد حاولي وقيله وراني عاش يقلب لي سد حاولي منه هانتوما السردين السردين هو اللي السردين ما كيكونش وجهك بحال رانا غنسيت رانا عارف صح عارف هذيك الموديل الاول هذا كيتسمى كمي هذا كمي والاخر لا كاين هذا السردين كمي هو السردين كمي والاخر اللي كيكون وجهه ابيض هو السردين العادي اللي معروف السردين الحر ها لا 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 هذا مش السردين ماشي باش وجهه شوف العوينات يكون تحليل هذا والله تتعلم جزار الحولي من هنا من هنا ياك هذه هي الشده وصيام السي مصطفى الله يسهل ان شاء الله يتباع كل شيء اثمينا نسيت من 3500 درهم حتى 2000 درهم اقل حولي ب 2000 درهم راه هذاك الشيء زوين السوق هذا العام كي داير السوق غالي والغنم قليل فوالا هذا الشيء لك هذا هو الحاجه الوحيده اللي كيقولوا كاملين هو الغنم قليله والسوق غاليه هو هذا الشيء لك الكساب هو اللي مقصح الناس ما باغاش تخلص الفلوس ما كرهوش السهم والله يحسن العوان واللي ما عندوش يا ربي يوجه ودابا اخوتي غادي نمشيو نخرجوا من هنايا حيت نتوما عارفين انا راه مريض ديال بصح وهاد البلاصه راه واعره ديال بصح فيها الناس شويه ما عارف المهم انا ما اداني حتى شي واحد المهم نمشيو نخرجوا دابا من الرحبه حيت انا مريض وهنا الشمس بزاف